لهذا اللقاء أو لهذا المجلس؟ المجلس طبعا بعد إعفاء طبعا وتطرقت لمؤتمر باريس وإمكانية إعفاء الديون من السودان، وده طبعا إنجاز كبير جدا جدا. بالنسبة لي تعيين الولاة طبعا مفروض في السابق قبل مجلس الشركاء كان تعيين الولاة من رئيس مجلس الوزراء، فالآن يعني تم التوافق مع مجلس الشركاء مع التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء في تعيين الولاة، وده طبعا يعتبر إنجاز جيد جدا. وأهم حاجة في الموضوع التوافق، يعني نحن في 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 فترة يعني فراجايل جدا جدا، والتوافق فيها ضروري جدا جدا. والولاة طبعا هم حكام الولايات، فهم أهم فيجر، يعني هم دل يعني نظام الحكم أو أهم فيجر في الولايات، وهم سبب الاستقرار في الولايات وسبب التنمية وسبب الأشياء الأخرى. نعم. طب دكتور عثمان،